ناتشو العبديلي مؤخرا فيما يتعلق بعروضك فيما يتعلق بالمهرجانات خاصة الصيفية وقعت بعض المشاكل الحمد لله في المواقع الاجتماعية خاصة أنه السبب هو سلفية. هذا سبب الظاهر، أما السبب الحقيقي هو مش السلفيين، هو المشاكل بداتني من السيف مع الداخلية، معناها الداخلية نعرف شكون يحرك فيها، معناها مش البوليسية خرجوا. دونك أنا استنتجت وبرشا استنتجوا الحكاية من كلها من الفوق، معناها كي ما نجموش يوقفوا لي أمنيا العروض متاعي حاولوا لي مشكلة زعما من القدسات دو لو سونس اليوم اللي يتكلم ولا يعبر على 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 رأيه أكثر من الشيء اللي هما يشوفوه لازم يقلقهم، سواء كان فنان أو مفكر أو صحافي أو حتى معناها مواطن عادي تولي عنده كلمة يتقع له مشاكل، معناها كل واحد في فنافور ما يخرجوا له، خاطر عندهم بوكو جوكر، عندهم جوكر المقدسات وعندهم جوكر السارق وعندهم جوكر هذايا أزلام النظام البيت، ومعناها كل الاتهامات هذيك الكل اللي كانت هي أصلها نفس الاتهامات اللي كان يستعمل فيها النظام البيت بتاع قبل. دونك نحن اللعبة من بعيد فاهمينها، مي أبخي يخليوك في مصادمة صغيرة مع 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 بعض الإخوان السلفيين اللي مش الكلهم، فما فئة معينة. وفي نفس الوقت أنا بتتر فاتكم الخبر، معناها حليت هالمشكلة مع السلفيين، تفهمنا لقينا حل، لقينا حل دون لو سونس اللي باش ما تكبرش الفتنه وما يبداوش يشعلوا فينا من غادي وما يشعلوا فيهم من هنا. لقيت حل نتاعهم الحمد لله تو بور لو مومون، معناها حتى العرض نتاع قليبيا اللي قالوا مش بتعمل باش تقلب عليه الدنيا تعمل سافا لاباس، تعمل بتراضي من جميع الاطراف، الامن كان موجود باش يامن، جماعتي كانوا موجودين والسلفيين جاوا زادا تفرجوا روحوا موقع حتى تصادم. نعرفوا اللي صارت مشاكل قبل مش كان اللي كنت معناتها حتى البايرن من تلمان صارت الحمزة صارت انه الحكم انت انه يأمن الحماية نتاع شنو السبب المباشر، ولا خلينا نقول شنو السبب الغير مباشر اللي يخلي الامن ياخذ الموقف هذا؟ مش الامن ياخذ موقف، الامن هاكا كي قالوا له ارجع اخدم ارجع اخدم، من الفوق يستعملوا في الامن كاله كاداه كالعاده، يا يضربك بها هو دون لو سونس قبل ولات اون فراز هاكا الناس الكل يعاودوا فيها، حتى في فرنسا عجبتهم خذاوها من السبيكتاكل نتاعي، قلت لهم الدكتاتوريه نتاع قبل تتبول يبعثوا لك الامن، الدكتاتوريه نتاع توا تتبول ينحيوا لك الامن، واطعس الحكايه اصعب دون لو سونس سي اون فورم دو تيروريزي ويضيقوها لك باسيفمون، معناها هاني مش نضربك مش نعملك شيء، اما كاينها اسيستونس ا بيرسون نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي، قضيتها كبيره ياسر يعني فهمتني. لطفي صارت قبل انه خلينا نقولوا السلفيين قلقوا لطفي في عادية العروض قبل، ليبيا معروفه على اساس انه بلاصه متركزين فيها سلفيين، وصاروا حتى قبل اجتماعات احزاب عمرهم ما نجحوا على خاطر السلفيين كانوا قرروا انه الاجتماعات هذه ما لفيت انه العرض نتاعك يتعرض في ليبيا وينجح، شنو هي الحاجه اللي خليت لطفي يلقى هالوئام ولا هالتوافق مع السلفيين في ليبيا؟ لاني انا مبادره مني بحتى حد كنت مستنى في السلطات ولا طرف معين اذكى مني وعنده هكا هيبه يتناقش معهم ويحكي معهم على اساس فما تتحل المشكله. يا اخي انا قبل بجمعه من قليبيا كلمتهم وطلبتهم وقعدنا نتناقش وقعدنا نحكي وحتى لين في الاخر وصلنا الحل، وصلنا الحل وصلنا ساعه قلت لهم قبل ما نقاو فاش ماناش متفاهمين وفاش مختلفين سيصير راهو عندنا 99% من الحاجات متفاهمين منهم، لان اون لا ميم كولتور اون لا ميم ريليجيون اي اون لي ميم زيدي اون لو ميم باي نحبوه الكل، سلفي ومسلفي تونسي هو وانا زاد فنان المسلم تونسي، سلفي ومسلفي هو مسلم وانا مسلم، انا بوكو دو بوان دو اون كومون خلينا نتفاهموا فيهم هذوك باش تولي فما باز تاع موده ومحبه ما بيناتنا مش كره، وبعد نمشيو نشوفوا الشيء اللي مش مختلفين، خاطر نوا المشكله تعمينا على الشيء اللي يجمعنا التونس الكل وقاعدين نشوفوا كان في نقطه الاختلاف، هذيك الفتنه اللي تقع هي ما بين التونسي والتونسي اليوم يحبوني انا اليوم نغزر الحاجه اللي مقلقتني فيك، هي حاجه بركه مقلقتني فيك، علاش ما نغزرش اللي فيك باهي ساعه اللي فيك انا وياك نجمو نجتمعوا فيه، اليوم في حاجه البلاد ومش كلام في الواحد، في حاجه البلاد ان نشوفوا نقاط القوه نتاعنا قبل ما نشوفوا نقاط الضعف، اي واحد فيه نقطه ضعف، اي واحد تركز معه فيه نقطه ضعف مهما كان، الكمال لله، ولذلك فهمنا على انه معنى اش معناها انا مسلم هما مسلمين، اش معناها نقطه التبادل ما بيناتنا، وين نجمو نلقاو حل، سينو راهو باش تكون حرب اكثر من هكا. انا باش ناخذ في البوزيسيون نتاعي هو باش ياخذ في البوزيسيون والجوش باش تاخذ في البوزيسيون والدرات باش تاخذ في البوزيسيون وحتى حد ما باش يعمل با، هما عملوا با انا عملت با الحمد لله في الاخر والان لقينا حل، معناها سيتي على ليميت با فاسيل مي سيتي فيزابل، تعاملت
تعملت الشيء اللي عمله اليوم اللي نورمالمون السياسي يخفق فيه. نورمالمون هذيك خدمه سياسي اليوم مش خدمتي انا. خفق فيه سياسي. انا جي كومبري قلت باش نقعد استنى فيه هذاك استنى يا دجاج. هذاك السياسي باش نقعد استنى فيه اليوم. تتيجا جبالي اليوم هو الاستا ما بينه وبين النهضه. معناها استا جبالي استا ما بينه وبين روحه. الاستا اليوم هو الكورديناتور ما بينه وبين النهضه. اش معناها جبالي؟ معناها هو الاستا اليوم بينه وبين روحه. معناها جبالي اليوم كان فما مشكل يهز التليفون يطلب التليفون الاخر اللي بحذاه يعلق كل شكون يقول له جبالي جبالي شنو احوالك يا انا جبالي ويعمل سكيزوفرينيا ويحكي مع روحه يقول له يا مالا تحلت المشكله يا سي جبالي سلم لي على جبالي يعلق. معناها سي ابسورد سي كوميك على ليميت. معناها كان وصلوا للابسورديتي هذيا مش يفهموا مشكلتي ما نجموش يحلوها. خل نحلها وحدي مشكلتي وكاو حليتها الحمد لله يا رب. يقولوا عليه شطط في العبد اللي على شكل فوا يتجبد اسمه يتجبد اسمه في المواقف السياسية أطر مومدي آخر يومين من عليه لطفي العبد اللي كان عطى تصريح على الفيسبوك اليوم في حكم النهضة لطفي العبد اللي عاود اختار نفس الطريقة وعطى ديكلاراسيون على الفيسبوك علاش هو سببها بخل في داري ما يعنيش باش نتحرك. دوزيامون كي نعطي من داري سي نوتر سا روبريزونت كو لطفي العبد اللي كي نعطيها من وسيلة إعلام معينة ولا من تلفزة معينة يظهر كأنه مثلاً نجم كان نعطيتها من اسمه يقولوا ريت نسمة وراه هم يحركوا فيه. كان نعطيتها من حنبال يقول لك حنبال عندها كونوتاسيون حنبال ظهر لي وراه يحركوا فيه. خطر هما عندهم كل مع تلفزة وكل مع وسائل الميديا عندهم عليها فكرة ولون ونية وكل تلفزة ونيتها. أنا ما بتفيسك ما ننتمي لحتى حزب ما ننتمي لحتى حد سوي أمايون ليبر وحدي. Je défends ma liberté, la liberté du citoyen tunisien. من نمثل روحي ونمثل كان المواطن اللي يحب زادة قابل اني نمثله مش بالسيف هو دونك جو بريفير مي باتر تو سول عليه. حتى كان نعمل غلطه وحدي يسامحك عليها المواطن يقول لك وحده غلط. كان تعمل غلطه وراها حزب ولا وراها واحد يقول لك هذايا ما هو الا ماريونيت ونختموا به وقتها حتى حد ما يتعامل مع القضيه نتاعك. انا بيدي وقتها كان حتى كيف نمشي مع اي طرف تعارك معه سواء الداخليه ولا السلفيين ولا اي مواطن مثلا يقول لي علاش تتعامل معك خلينا نتعامل مع اللي باعثينك. مانيش مبعوث انا ماني حتى حد. انا جو سوي ان ارتيست. ان ارتيست نورمالمون قيمته وقدره في انه يكون ليبر لو ماكسيموم بالرغم الضغوطات بالرغم التشكيك وبالرغم الشريات اللي يحبوا يشريوك. فما حزب من الاحزاب حب يعطيني انا البرودكسيون تاعنا اكثر من 800 مليون باش نكونوا معاه وباش نقولوا خاطر يقول لك هذا يحرك نجم يحرك الشعب ينجم يجيوا اكثر من 9000 و10000 كل عرض يتفرجوا فيه. نحنا قلنا لهم خويا راهو مش حكايه فلوس ماناشنا نحبوا الفلوس شكون ما يحبش الفلوس. اما الفلوس حلال اللي تعبين عليهم نحنا اللي جايين من فنا اللي نستحقوه مش فلوس تاع حزب. نجم ناخذ 800 مليون توا ومن بعد سي نتيح من عين الشعب الكل وسي وليت فنان اللي ويمشي تهرب وجهك. لطفي العبد اللي اليوم بعد اللي صار الكل في سي بعد اللي صار مهرجان الصيفيه خلينا نعرف لطفي العبد اللي الفنان شنو يخاف في تونس. اولا في الدنيا اون جينيرال نخاف كان من ربي. نخاف كان من ربي عز وجل هكا خاطر ربي كاش قرر لي حاجه باش نعيشها ولا كان نحس هكا نرقد مش مرتاح ونقول ربي غضب علي نبدا مانيش اليس في مخي. من بعد اللي خايف عليه تونس خايف عليها من الفتنه بلادي معناها اليوم اللي نعيش فيها اليوم خاطر تونس معناها زاد تبدا مضيقه ما نحبش التونسي عايش مضيقها للتونسي ولا خايف ماك الفتنه نتاعك اللي ينطحوا فينا على بعضنا تولي رحبه نتاعك باش هذاك اللي خايف منه هذاك اللي قاعد يصير هو تو انه تونس نخايف لما نقاوش الحوار خاطر التونسي متعنتز نحن متعنتزين انا ما يحكم فيا حد يا خويا انا ما نناقش معاه كل واحد فكر كل واحد ما يعملش باب باش نتناقشوا عمرنا ما نفتولها خاطر عندنا الايديال نتاع الديمقراطيه الديمقراطيه لك كيف باش نسلولوا الايديال هذاك مش معناها هو باش يعطيونا الديمقراطيه اللي نحن نحاربوا عليها نحن نربحوها زاده بالديالوج وما شفتها بالطول الديمقراطيه باش نربحوها بشويه بشويه بشويه. اخر سؤال باش نحكي به شيء اليوم فما مشكله كما صار مع الفنانين اليوم فما مشكله مع الاعلام نتابع الحكايات والقضايا هذه باوي مشيت حتى انا حتى قدام دار الصباح ومشيت قعدت تفاعلت معاهم وجوجو الاعلام لا رايي في القاعده سيل تو سامبلومون غروسو مودو الدوله ذي سي ان بتيت ابرونتي دوله كنت دوره لو غوفرنمون سي ان بتيت ابرونتي ديكتاتور قاعد يتعلم في ديكتاتوريه وقاعد يخلق في ديكتاتوريه جديده متناسبه مع العصر ديكتاتوريه مودرن سوفيستيكي ما تنجمش تشدوا منها. اول باش يضرب اي ديكتاتور في العالم وفي تاريخ الانسان وفي تاريخ البوليتيك اول ما يضرب المفكرين المفكرين يضرب المعارضين يضرب الفنانين لانهم هما عندهم الكلمه لانهم هما يشويوا لانهم هما يوجعوا اذا ضرب ذوكم باش يسيطر على الباقي الكل
هو يضرب لك تو سكي ان مومون رونديفو افيك لا كريتيك، يمنع المواطن انه يولي يفكر. اذا المواطن تنحات له الكريتيك صحيح سي بيان بلاسي كونت ديكتاتور وتولي ناس تعمل معناها نرجعوا لا تباندي بانديريزاسيون une nouvelle forme de bandérisation que les bnedres jdod que mes lazem tkhanou ma al kanoun que jdod synthétique عرفتو que les يخدموا بهم في الحفلات الكبار يضرب واحد باش تجي للمانيا ان شاء الله في برلين والله ما نعرف شي تعمناه ولا منيح.